متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل الخير. نهار اليوم الخميس لا تزال الأجواء حارة إلى حارة جدا، تسيطر على عموم مناطق المملكة، وهناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على أجزاء محدودة من المملكة، ستهطل على إذنها بإذن الله زخات من الأمطار بشكل محدود ويومي. نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة فترة الإفطار في العاصمة الرياض. أجواء صافية، 38 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 49 وسرعة الرياح 17 كيلومتر في الساعة. نستعد الآن درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم الخميس في عموم مناطق المملكة، والأجزاء الشمالية من المملكة تتعرض لحالة من عدم الاستقرار الجوي. سكاكا 35 نهارا 24 ليلا، عرعر أيضا 34 نهارا 19 ليلا، وتبوك بين 34 و20 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. ننتقل إلى المناطق الغربية والمدينة المنورة بين 39 و27، أجواء حارة وغيوم متفرقة. جدة بين 33 و28، مكة المكرمة أجواء حارة 41 نهارا 28 ليلا وغيوم متفرقة، والطائف 30 نهارا و20 ليلا بإذن الله. ننتقل إلى المناطق الجنوبية الغربية وأبها 28-15، الباحة احتمالية هطول زخات من الأمطار الرعدية 27 نهارا 16 ليلا، وجازان نهارا 35 ليلا 28 بإذن الله. أما المناطق الشرقية، الدمام 37 نهارا 24 ليلا، حفر الباطن أجواء حارة 41 نهارا 24 ليلا، والإحساء 40 نهارا أجواء مشمسة و22 درجة مئوية بتسجلها ليلا. ننتقل إلى مناطق الوسطى مع العاصمة الرياض، 38 نهارا 25 ليلا أجواء مشمسة، بريدة درجات حرارة عالية وأجواء حارة بين 38 و25، وحائل 37 نهارا أجواء حارة بتنخفض ليلا بإذن الله إلى 17 درجة مئوية. متابعينا تابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب دائما. إلى اللقاء.